أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله قد اصطفاكم اصطفاء خاصا تدخلون به الجنة بغير حساب، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء أو العلماء، ثم الأمثل فالأمثل. فكلما اشتد البلاء كان الثواب أعظم والأجر أكمل. وحال الأنبياء شدة البلاء، فالله اصطفاكم بهذه الصفات أنكم أنكم لا تسمعون، وهذا فائدة عظيمة، وأنكم لا تتكلمون فائدة عظيمة جدا في الشرع الشريف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام يحاسب عليه الإنسان، فكل ما قاله يحاسب عليه، إما عذاب وإما حساب. والسمع أيضا هكذا يحاسب، إما عذاب، والكلام وأيضا كل شيء يعني يحاسب على الإنسان. فأنتوا لما كان عندكم هذا الشيء غير موجود فلا تحاسبون عليه. كل من ابتلي بشيء ها فربنا بيرقيه ويقربه إليه، ويشترط في ذلك الصبر، معرفة الله والصبر. فإذا عرفنا الله وصبرنا دخلنا الجنة بغير حساب، وتتفوقون بأشياء زائدة فتصلون إلى درجة الفردوس الأعلى بما في مقدوركم من الطاعات. فدي مقدمة إنكم مصطفين. هذا طريق الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء، أن الله تعالى يبتليكم بشيء فيأجركم عليه إن صبرتم